الغريب اخر الاعاجيب. مفروض عقل البشرية يتقدم ولا يوم يتخلف، يا الناس ناقصين ذرية، الانبوبة كمان هتخلف. منين هنجيب منين هنجيب؟ محسن ونجيب وسعد ولبيب وعفاف وحسين وامل وغريب، قربت كمان تبن الاناليب. واحدة بتقول لي جارتها والنبي يا اختي تديني الانبوبة بتاعتك، احسن زمان الراجل راجع والغدا لسه مش جاهز. قالت لها ما كانش يتعز يا حبيب، اصل الانبوبة بتاعتنا لسه نفسه. واحد بيقول لي صاحبي يا اخي عبد الحكيم افندي ده ما شاء الله اعصابه حديد، تصدق ما قعد انبوبتين على ذمته بشقة واحدة. واحد بيقول لزميله في الشغل تصور اجيب ثلاث انابيب مفيش واحده منهم تجيب لي حته عين، قال له روح لدكتور يمكن العيب منك. ورا اللقمه ناكلها ببون والعلماء عايشه في غيبوبه، شكر عددها 4 مليون قبل ما تستعمل انبوبه. ورا اللقمه ناكلها ببون والعلماء عايشه في غيبوبه، شكر عددها 4 مليون قبل ما تستعمل انبوبة. يا اهل العلم كفاية يعني شوية شفا، هو هيبقى معايا الاخرى ادفع لها نفقة طفل الانابيب. شاب ساب اهله وراح ساكن لوحده، بعد سنة ابوه راح يزوره لقى عنده عيل لسه في اللفة، قال له ايه يا ولد انت اتجوزت من ورايا؟ قال له لو نبي يا بابا ده ابن انبوبة. الست بتقول لجوزها انت يا راجل شاري البوتاجاز عشان تركبه زينه في المطبخ، ما تروح تجيب لنا انبوبه. قال لها يا شيخة اتلم هو انا قادر على اولادك؟ واحد قاعد على القهوه ابنه جاله قاعد معاه شويه، بعد ما مشي واحد من اللي قاعدين قال له انا لاحظت حاجه انت اسمر وابنك ما شاء الله ابيض وعينه خضر وشعر اصفر، انت اتجوزت واحده اجنبيه؟ قال له لا والله مره اشتريت انبوبه فرنساوي. مهمة وعاوزة مجيب تتنفذ من غير توصية، امنعوا أطفال الأنابيب لقن أحوالنا الشخصية. شكوى مهمة وعاوزة مجيب تتنفذ من غير توصية، امنعوا أطفال الأنابيب لقن أحوالنا الشخصية. والأطفال عدوها ماشيين زي النمل، والأنابيب ادوها درشا منع الحمل طفل الانابيب. واحد ماشي مع مراته فضل يبص على تروسيكل مليان انابيب، مراته زغدته وقالت له بص قدامك يا راجل يا ابو عين زايغه. واحد بيقول للراجل اللي بيجيب الانابيب ازاي يا راجل المره اللي فاتت يبقى معاك انبوبتين والهانم تختار واحده منهم ما ترضاش تديها لها وتديها الثانيه؟ قال له ورديك غشها يا بيه، الثانيه كانت حامل. قاضي الاداب حكم على واحد بالسجن 3 سنين. واحد بيسال زميله هو عمل ايه؟ قال له ظبط وعنده انبوبه قاصر. طفل الانابيب اخر الاعاجيب، طفل الانابيب اخر الاعاجيب. المفروض عقل البشريه يتقدم ولا يوم يتخلف، هي الناس ناقصين ذريه، الانبوبه كمان هتخلف. منين هنجيب محسن ونجيب وسعد ولبيب وعفاف وحسيب وامل وغريب، الرب كمان طفل الانابيب.